والله أنا سجلت أمانة ولدي، يعني مع تواصلي مع أصدقائي بعضهم دكاترة وهذا ينصحون، يعني إحنا ما نفهم، يعني بشكل عام إحنا أفهم من الدكاترة، الدكاترة أفهم منه، وهم ينصحوننا بأن ناخذ هذا الشيء، وهذا فعلا وقاية لنا. فبالعكس أنا أنصح الكل أنه يسجل ولده وعيالهم، يعني أنه يأخذون التطعيم هذا. يعني أنت الحين ما طعمت، شنو الفائدة؟ قاعد بالبيت ما تقدر تروح ولا مكان، طعم مرتاح، كل مكان مفتوح بويك، عشان أقدر أدش مجمعات، بس هذا السبب. ولدي 16 سنة طعامته، وال 12 أو عمره 13 سنة ناطر يدزوا لي المسج. أنا سجلت، أنا طعمت خلصت، أطفال سجلت، وإن شاء الله من أول يوم المنصة سجلت أول. طبعا هو في علم الغيب كله، بس احنا نمشي على تقارير الصحة، وزارة الصحة وتعليمات المدارس وتعليمات الأهالي، فان شاء الله يكون كله خير لنا ان شاء الله يا رب. احنا متفائلين، لازم نتفائل، لازم نتفائل. واحنا كورونا نطق الحق، كورونا ولا مو كورونا، بدنا نرفع المعنويات ونقول يا رب احنا قصدين الكريم. الصحه العالميه يعني انصحت من هالموضوع، فعاد الناس المفروض تتجه للموضوع هذا. خلي يطعمونهم، بالعكس يعني الدوله حارصه عليهم ان يطعمون الاليهال، يعني هم من الصقر قاعدين يطعمون تطعيم، فلازم ياخذون التطعيم. في ناس طعموا عيالهم الصغار، يعني هذول من 12 ل 15 سنه، خلي طعمون ما في شيء ان شاء الله. كلنا ايه الحمد لله، كل العالم طعمت. طبعا انا مؤيد بخصوص التطعيم، انا مؤيد من ضروري يعني يشوف واحد يطعم، خاصه احنا في مرحله محتاجين الى الحرص، نكون حريصين، وخاصه هذا وباء عالمي. يعني ممكن نسمع في شيء اسمه رأي ورأي آخر، لكن هذا ما في رأي. يعني التطعيم لازم، يعني موضوع التطعيم مو شيء جديد علينا بالكويت، احنا سنين طعمنا ضد شلل الأطفال، ضد الجدري، ضد النكاف، ضد شلل الأطفال، ضد وايد أمور طعمنا فيها. يعني ليش هالتطعيم هذا اللي مسوين عليه كأنه ما أدري، كأنه شيء كائن فضائي، زين، ولا اساسا يعني الناس اللي ما عندها حجه، ما كل واحد حتى اللي يقولك والله انا عندي اراء مختلفه، زين، شنو مثل شنو ان انا ارفض التطعيم؟ ليش انت ترفض التطعيم؟ راح انت تضر نفسك، تقول انا كيفي، زين، انت كيفك راح تكون مصنع فيروسات حق اخرين، صح ولا لا؟ هذا ما هذا هذا جسدك انت حر فيه، زين، لكن جسد غيرك لا، ما انت حر فيه.